السلام عليكم ورحمة الله. ورجعنا لكم تاني بعد الإشاعات الكتير اللي طلعت على أننا احنا اعتزلنا اليوتيوب. أحب أطمنكم نحن مش هنعتزل اليوتيوب أبدا، حتى لو احنا اللي قلنا لكم ان احنا اعتزلنا ما تصدقوناش بالظبط كده، لأن انتوا روحنا وحياتنا كلها مش نستغنى عنكم. بس ناس كتير بتسأل بقى لنا 25 يوم ما نشرناش فيديو على القناة. اللي متابعنا على انستجرام عارف، بس قبل ما نقول لكم هنا هتضغطوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة علشان نوصل 8 مليون في أقرب وقت. قناتنا بتكبر بيكو وانتوا حبايبنا، والنهارده هنعاقب نفسينا على التأخير اللي احنا اتأخرناه. فهنعمل ايه النهارده؟ هحبسهم يوم كامل عقابا على التأخير اللي احنا اتأخرناه. كلنا هنتحبس، كلنا هنخش السجن علشان نثبت لكم قد ايه احنا بنقدر زعلكم مننا. هيكون النهارده تحدي صعب جدا ان احنا نقدر 24 ساعه في السجن مش هنخرج منه غير تاني يوم، علشان تتاكدوا قد ايه احنا بنحبكم. وانتوا برضو لو احنا وحشينكم وصلوا الفيديو ده ل 200 الف لايك هنعرف ان احنا وحشناكم. بالظبط كده، ما نتاخرش تاني. لو ما وصلش يبقى ايه؟ نتاخر براحتنا. يبقى نتاخر براحتنا اهو. دوت عاوز يهرب لان ده هيتحبس معانا وعارف التحدي، فعشان كده ايه مش عايز يقف معانا في التصوير زي ما انتوا شايفين. اما بقى بالنسبة للفترة اللي احنا كنا غايبينها دي، اما بقى بالنسبه للفتره اللي احنا كنا غايبينها، احب اقول لكم ان احنا الحمد لله الحمد لله اخذنا الاقامه الذهبيه، ودي كانت احلى حاجه عملناها في الامارات. وشكرا شكرا لدوله الامارات وحكومه الامارات على هذا التكريم الكبير. عايز ايه يا لهوي؟ ايه ده؟ حاجه حلوه. وان شاء الله هيبقى في مفاجاه قريب جدا جدا جدا، كلنا عارفينها ومنتظرينها بقى لنا فتره. بس ان شاء الله اول ما تحصل باذن الله نوعدكم ان احنا نقول لكم على طول. وزي ما انتم شايفين وفاء لابسه عبايه من الامارات ودهب من الامارات وعامله لي فيها نعمه الله في الحاج متولي اجري على الله. وعشان كده هتخش السجن باللي هي لابساه دوت، ومفيش تراجع ولا استسلام. بصوا بقى السجن بتاعنا اهو. طبعا كلكم عارفين الاوضه دي اللي انا كنت مستخبي فيها، اللي عملتي فيها الملحمه بتاعتي الكبيره والمقلب الجامد اللي كنت عامله في وفاء، هيكون هو ده السجن بتاعنا اهو. شايفين الغرفه طبعا مقفوله، وهيكون مش هتشوفيني. وهيكون هيكون صعب جدا ان احنا نعيش فيها يوم كامل، بس احنا هنعاقب نفسينا يوم كامل 24 ساعه لغايه تاني يوم ناكل ونشرب. هنجهز حاجتنا كلها واللي احنا هنحتاجه كله هنحطه هنا اهو، وننضفها على قد ما نقدر عشان بس ايه ريحتها وحشه جدا. انا عايز اقول لكم ان هي ريحتها معفنه، مليانه حشرات، فهننضفها على قد ما نقدر. بصوا حشره اهي، طبعا عشان هي اوضه مهجوره علشان لجنه حموم الانسان ما تعملناش مشكله، فهننضفها ونخليها سجن نظيف يبقى ايه مطابق للمواصفات. وطبعا مسموح لي ان انا اجهز حاجتي اليوم، مش معنى ان احنا مسجونين ما ناكلش، هجهز حاجتي عشان نعيش حياتنا برضو جوه. صح مش ده احنا حموم الانسان؟ هنجيب كل حاجتنا اللي هنحتاجها ونحطها. سجن طبعا بيبقى معيشه كامله، سجن سجننا ومحدش ليه حاجه عندنا. بالظبط كده. يلا نضف عشان تعيش معانا. نضف فات، نضفها بقى تنظيفه نظيفه. في حد معترض على التنظيف والسجن؟ لا انا عن نفسي مش معترضه. مش انتوا اتبسطتوا في الامارات؟ طبعا برضه الفانز محتاج ينبسط برضه. واحنا مبسوطين على انبساطهم طبعا. ده عقاب لينا كلنا يا جماعه على اننا اتاخرنا الفتره ديت، كان لازم ان احنا نعاقب نفسينا بنفسينا. انتوا تامروا، انتوا امروا بس واحنا ننفذ. عينينا ليكوا يا احلى جمهوريه في العالم. طبعا هنعمل كده علشان خاطر ايه؟ المكان قذر جدا، انا عشت فيه قذرته وكده، بس عشان خاطر انا كنت لوحدي فانا قدرت اتحمل، لكن هما ذنبي، هما عالم سيكي ميكي مش هيقدروا ان هما يتحملوا. يا بابا نعم، تعالى اعمل لك حاجه. يلا اقول لك حاجه، انت هتتحبس زينا وربنا ما هسيب اهو. واو ايه ده سجن. وحتى السجن بيتقال له واو. طبعا نضف يلا، نضف يلا معانا. مش قادر يشيلها يا وفاء، عصرها لك اهو. تعالوا ساعدوه. يلا اوعى بقى، اوعى انت مش عارف تعمل. اوعى، عايزين فرشه حلوه يا اولاد، شوفوا لنا فرشه كويسه كده. يلا يا قوس. يلا ادي بقى كل حاجتنا بنجهزها علشان ايه بعد ما هنبدا ان شاء الله مش هنعدي السور الازرق بتاع الازاز ده. نفرش بقى فرشه حلوه كده عشان نعرف نقعد وناخد راحتنا. صح كده؟ ايوه. حط بقى ايه المطبخ بتاعي هنا عشان ايه يبقى في التهويه. واسع يا اوس. بصوا بقى البوتاجاز الجامد ده، ده بوتاجاز رحلات جامد بس بيشتغل بانبوبه، مش كنا بس على الترابيزه كده عشان نعليه شويه. ايه وحشكوا الفطار الجامد بتاعي، بقى لكم بقى كتير بتاكلوا الاكل الجاهز. هدلعكم النهارده. بصوا بقى الانبوبه التركي عامله ازاي، شبه البطيخ. بصوا رايك يا اوسه؟ بصوا بقى ده المنظم بتاع الانبوبه، يعني مختلف خالص عن اللي في مصر. يركب هنا كده، سوستله هنا كده الاول. هو امان يعني ما تخافوش، هو بس ايه شكله بدائي شويه ولكنه امان يعني.
كده ايه ده التأمين. بعد كده نوصل بقى الأنبوبة، سهلة التركيب جدا. يلا نجرب. ينور. يلا تاكل الفول. يلا عشان جوعنا. هاكل الأكل المصري بتاعي. ايوه ايوه بقى. واو ده انت هتقول اول الصبح النهارده. ادي يا ست مالكيش حجه بقى، معاك حاجتك كلها. وصلت لها البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين، لسه هجربه. ومعاها طعميه، هتعمل لنا طعميه دلوقتي. ومعانا بقى ازازه الميه، انتوا عارفينها بنستخدمها على طول في الرحلات والكلام دوت، عشان خاطر ايه تغسل حاجه تشطف حاجه تستخدمها الميه، ميه حلوه يعني. وادي جوه بقى فرشنا، والقعده بتاعتنا بقت جميله. شايفين يونس بيقول واو عجباه. وجهزنا قعده البلاي ستيشن بتاعتنا الجميله اللذيذه اللي انتوا عارفينها على طول بناخدها معانا. طبعا بما ان المكان ضيق فما جبتش التلفزيون الكبير، جبت بس ايه الشاشه اللي هي الصغيره دي. وطبعا بقيه المطبخ موجود هنا زي ما قلنا هنا، حاجه المطبخ كلها. وحطت حاجه الغدا جوه كده. انا اخر المنطقه بتاعتي دي، مش هعدي هنا خلاص. كده احنا مش محتاجين اي حاجه من البيت. قفلنا البيبان وقفلنا كل حاجه، مش هنعدي الناحيه دي خالص، وهنفضل موجودين في المكان ده لغايه بكره. ماشي. كل ده علشان خاطر الفانز حبايبنا ما يزعلوش مننا ويعرفوا قد ايه احنا بنزعل برضه لما بنتاخر. فنشوف بقى لايكات كتير على الفيديو دوت، علشان احنا بنعمله عشان خاطركم. افتح الانبوبه. طبعا انا وديتها بعيد كده علشان خاطر ايه زياده في الامان يعني. هو امان بس احنا اول مره نستخدمه، فربنا ربنا يستر. بسم الله. ايه ده اشعال ذاتي. مش محتاج ولا يعني. مفيش صوت غاز. ليه بقى؟ مش عارف. احنا اول مره نشغله، كنا جايبينه اول مره نشغله. مسؤول الصيانه هيصلحه ان شاء الله، ما يكونش بايظ. شكلنا هنرجع للبوتاجاز التركي. الانبوبه فاضيه ولا ايه؟ ممكن انا خبزه كذا مره عليه. معقول؟ لا الانبوبة مش فاضية للأسف. طلع البوتاجاز مش شغال، دي أول مرة نجربه فيها. أنت اللي جايبه. جايبينه معانا من الإمارات وإحنا جايين. فهنرجع بقى للبوتاجاز ده الصغنون ده. هينفع معاكي بقى؟ هينفع طبعا. ده إحنا كده بقينا في سجن حقيقي. ما يغركش، هو صغير بس هيعمل الأكل كله في ثواني. صغير بس حير. امسكي كده. خلاص ده كده إيه مش نافع، ما نعرفش عيبه إيه. أنا متأكد إن الأنبوبة مش فاضية، بس هو تقريبا كده إيه مسدود. يبقى صلحه بعدين بقى. خد يا ستي. بسم الله. فطرينا بقى وحات أمك بقى. حاضر. أحلى فطار على البوتاجاز ده. بسم الله. زيت ونبدع بقى. يا رب بس الهواء ما يجيش يطير النوم. لا بس والله طلع جدع البوتاجاز ده، هو يعتبر كده هو اللي انقذنا. حطوا لايك بقى للبوتاجاز ده يا جماعه، عشان هو بوتاجاز صغنون كده بس لذيذ صراحه، وبيسهل الشيل لما بنكون خارجين بناخده معانا، بيكون سهل. وادي المساجين جوه عمالين ينادونا علشان جعانين. مشتاقين للفطار ده على الاخر. ايه انت مسجون زيك زيهم، ما تحاولش تستعطفني، انت فين؟ حاولش تستعطفني، انت محبوس. اصغر محبوس. بص انا اقول لكم على حاجه، اللي هيلتزم بقوانين السجن هياخد افراج لمده نص ساعه. ماشي. يعمل اللي هو عايزه بقى، ينزل بقى حمام السباحه، يعمل اللي هو عايزه. ماشي. اللي هيلتزم بقوانين السجن، لكن اللي هيبقى مشاغب وهيعمل مشاكل وكده هيفضل محبوس. يبقى انس هيفضل محبوس. انا متاكد ان انت هتفضل محبوس. عاوز يخرج. عايز يخرج. مش خارج. مش هتخرج. احلى طاسه بطاطس. لازم نسمع التتش دي. شفت حبسينكوا ازاي؟ احنا كده عاملين زي الناس اللي بتقلي وجنب السوق او جنب حاجه والناس واقفه مستنيه. عايز بكام؟ ابو طابور. بجنيه طعميه؟ ما بقاش بجنيه طعميه. هتاخد طعميه واحده. ده تلاقيها بقت اغلى من جنيه. الناس اللي في مصر قلنا بقت بكام؟ قولوا لنا ونبقى اسعار الطعميه والفول والحاجات دي بكام، لان مش عارفين. عايز ايه؟ ساعدني جعان، ساعدني جعان. مرات صايه لله. الطعميه للاسف مش اللي انا عاملاها، طعميه جاهزه. دي طعميه جاهزه. يا دوبك بس نقعتها في الميه. دي حمص. دي حمص. مش فول. احنا بنحب الفول اكتر. ايوه. انت اكتب لنا، بتحبوا الفول ولا بتحبوا الحمص؟ انا بحب عامه الفول، ما احبش الحمص. المصريين كلهم بيحبوا الطعميه الفول. هي وفاء لما بيبقى مزاجها رايق بتبل الفول وبتعملها لنا طعميه بالفول. هي بس انا جيت ادور على الكبه، السكينه بتاعتها ما لقيتهاش. هات لي كبه ونعمل لك. عندي الفول والله وبلاهم جاهزين. ماشي. بكره اروح اجيب لك كبه. هات لي كبه حلوه. نوع حلو كمان. حاضر. هعمل لكم بقى شويه عيش احلى من كل مره. ماشي. وسريع برضو. عيش سريع عباره عن دقيق وقشطه. عيش بالقشطه. بتعملي فطير كده؟ لا عيش بس، عيش بالقشطه. معلقه واحده على شويه الدقيق دول حوالي كوبايتين دقيق، رشه ملح صغيره كده، وشويه سكر بس، وبالميه بقى من غير ميه دافيه ومن غير اي حاجه. هعجن بقى شويه ميه كده. شفتوا اسهل من كده عيش؟ الترومبه بقى الجميله دي سهله جدا. بس كفايه. انا عايزاها عجينه طريه. خدوا بالكم ان انا ما حطيتش خميره ولا اي حاجه ايه ترفعه. البطاطس هنا قربت تتعمل اهو، قربت تحمر عشان تجهزي للطعميه. خدي بالك. ماشي انا جاهز. بصوا بقى العجينه معايا طريه خالص ازاي. لميتها بشويه دقيق بقت طريه. سيبها بقى ترتاح شويه. وادي البطاطس احمرت اهي. لازم بقى اكون سريع عشان الاكل ما يبردش. بسم الله بقى. ونجرب الطعميه دي، يا رب تنفع اهي. خش على الطعميه يا معلم. نجرب العجه بيها برضه، انا معايا البيت.
تقريبا، بس انا عاملاها طريه شويه، المفروض كانت تبقى اقل من كده ميه. احنا واقفين من بدري يا حاجات عجه. ما انا بظبطكم عجه اهو، حاجات حلوه. صابرين يا ماما. عايز ايه؟ ما في سويت طعمها يا رب تتعمل اهو. الزباين دول ما يشجعوش، ما عندهمش صبر. اصبر اصبر يا مسجون. مساجين اخر زمن، انا مش عارفه ايه المساجين اللي بيتدلعوا دول. مش عارف انتوا اخركم شويه عدس، المفروض مش ده كله، المفروض نعمل لكم عدس صحيح. مجعلين بقى نعمل ايه؟ احنا حاجزين سجن في اي بي. سجن في اي بي؟ اه ده عندها. اطلبي لجنه حقوق الانسان لو مش عاجبك. واو، شايفين المساجين اللي تفتح النب؟ اه دي المساجين اللي بتشجع فعلا، يقول واو على الشغل اللي بتعمل. طلعت حلوه الطعميه، هي اتقلت وبقت 100 100. وادي بقى قرص العجه الجامد، حاجه تفتح النفس يعني. يعني نعم بالحمص بس شغاله يعني. العيش اللي انا بعمله ده بقى هيخليك يفتح نفسك لاي حاجه. بص يا عيني، غير خميره كده وغير اي حاجه، غير خميره ومن غير اي حاجه. ما يدوق الاكل بقى هيعرفوا ان ليه اتاخرت. هيقول لي سيبونا في السجن دوت سنه ولا حاجه. احنا جعانين. خلاص قربنا نخلص اهو، نعمل لكم شغل نظيف مش كروات. اجدع قرص عج جامد، نعمل احلى طبق فول برد. بذمتكم في سجن في العالم بيطبخ بالزبده الجامده دي؟ لا لا، متهيألي مفيش زبده، مش اي كلام. بصوا اصلي يا سيدي، وعارفه يا سيدي. بسم الله، طحنا لكم الفول كمان اهو. ودي بقى شويه بيض بلدي مع الزبده الفلاحي الجامده دي، عشان يبقى ايه المساجين بتاعتنا صحتهم حلوه كده ومتعافين. واي حد يا جدعان بيعمل بيض بصراحه، الجندي المجهول هو البوتاجاز. البوتاجاز ده لو ما كانش موجود احنا كنا بقى اتسوحنا النهارده. ونحب نشكر ساعي البريد، ونحب نشكر بوتاجازنا الجميل اللذيذ صغنون ده. يعني شفته بوتاجاز صغنون بس ايه، عمل اكلات قد ايه. وهتعمل عليه الغدا كمان طبعا. وفاء عامله لنا مفاجاه في الغدا، اما نشوف هتعمل ايه. هروقكم، ما تستقلش من البوتاجاز ده، بيطلع ابداعات ابداعات. واخر حاجه بقى بعملها العيش، بس الطاسه طلعت صغيره. واو على التشجيع، احسن واحد يشجع هو يونس. هانت هي، هو بيسمع بس ان انت بتعملي حاجه يقعد يشجع. حسن بيلعب بلايستيشن. تعمل ايه؟ بيلعب بلايستيشن. تلعب بلايستيشن؟ مساجين اخر زمن. بصوا بقى صغرت الرغيف، خليته بقى ايه كده بقى احسن يا وفاء. هياخد وقت شويه في العمايل بس ايه، يقب كده ويبقى بصوا جميل. بصوا ده تاني رغيف عملته، ده اول رغيف لقيته كبير قوي. شفت بقى ان انا بتصرف ازاي؟ ايوه، الشطاره مني مش من البوتاجاز. ما هو التكنيك. لازم الواحد يبقى عارف التكات بتاعت العيش. اخيرا خلاص، بس ايه حاجه جامده. ده مسدده بزغرته. ده هيعمل لي فرح. سلام على الجمدان. امال الغدا بقى هتعملوا ايه؟ ادي بقى الفطار الجامد بتاع المساجين، فطار مساجين مساجين يعني. واو، مساجين في اي بي. بص العيش ده بذمتكم، ده لو في اي حبس العيش ده مستحيل. تيجوا السجن بتاعنا على طول ماشي؟ بس اهم حاجه في اي بي، اهم حاجه يكون في اي بي زي كده. نوعدكم السجن الجاي ان شاء الله يبقى في اي بي زي ده، ونحاول ندهن لكم الزنزانه دي، عشان الزنزانه مش نظيفه خالص. نحاول ندهن لكم دي في دي. لا ما احنا ممكن نوصل لهم وصله انترنت، يلا عشان يشغلوا يوتيوب، يلا مش مشكله. على البلاي ستيشن يشغلوا اليوتيوب. طب يلا يا مسجون انت كمان تعالى كل. امسك. بيعمل سندوتش. صاحب مزاج. خلي وفاء. نشرب المساجين لبن اهو، مدلعين المساجين بتوعنا اهو. حطي له تاني، حطي له تاني. عايز تاني؟ ادي له تاني. خد يا حبيبي. اهو. واحدة قلة بقى. ايه رأيك؟ مش سخن، مش سخن، ما تنفخش فيه. شوية قهوة بقى. قهوة وشاي. وانا اعملي لي شاي. ايوه. بصوا بقى، يونس اللي هيبقى ماسك الدراع، واللي هيكسب اكتر عدد جولات هو اللي هياخد الايه؟ افراج نص ساعة، ماشي؟ ماشي. يونس هيبقى ماسك كده وانا ابقى ساعده، اللي هيكسب اكتر عدد جولات هياخد افراج نص ساعة، يروح يعمل اللي هو عايزه. ماشي. ماشي؟ يلا يا يونس، انا عايزك بقى تقشرتهم كلهم، لو ما حدش كسب انت اللي هتكسب. يلا يا وفاء عشان تنزلي حمام السباحة بسرعة يا وفاء. يلا يا يونس. اديله كمان يا وفاء. ايوه كده يا وفاء، اديله كمان. ايه يا وفاء؟ شاطرة شاطرة. لا اديله. اضرب يا يونس. لا يا وفاء.
اضرب يا يونس. اضرب يا يونس. اوه يلا يا يونس. اضربي بقى اضربي. سيطري سيطري. هيموتك هيموتك. ماتي. يلا اللي بعده. عايزين بقى ايه؟ نخلي بلال برضو ما يخرجش من السجن. اضرب يا يونس. اضرب. يلا يا بلال. ايوه كده. يلا يا بلال. هنخسر يا يونس. الحق. هنخسر يا يونس. لا. بلال هياخد افراج نص ساعة بس اما نخلص الباقي. محمد عليه الدور. يونس مش عايزين كله يخرج. هنقعد احنا كده وهم هيخرجوا. يلا يا محمد. اديله يا ماما. ايوه كده. محمد مسيطر. لا يا يونس لا احنا مسايت. كده هنخسر برضه يا يونس. كده هنفضل نخسر كده. يا راوي انت مخسرني. انت مخسرني كده كده. في اتنين خرجوا من السجن افراج. ينفع؟ مش عايزين ندى تخرج بقى. يا ماما يا ماما بيعيش اللحظة. هتتفرمي يا ندى. يا بس فرمك النص ساعة تروح منك يا ندى. أيوة افرم يا جدع. الله عليك يا يونس. الله عليك. بدأت تضربنا. بدأت تضربنا. قوم اضرب. اديله كمان. أيوة كده تيجي في الجو. أيوة قربت اهو. هتيجي ايه؟ هتكسبه. هتكسب. كسبته. سيب لي انا لاعب امك بقى. والله لا اجري منك اهو. وريني هتضربني ازاي. اهو اهو. ايوه اديله. استنى يا يونس احسن. انت كسباني وربنا. انا كده هقعد في السجن لوحدي. معاكم نص ساعة بس. نص ساعة ترفيه. يلا تعالى. نص ساعة فسحة في الجنينة. يلا يا يونس معاهم. أنا هركبك العربية، إيه رأيك؟ وأنا عن نفسي هادي البسين. من حقك عادي. هنلعب بالكرة شوية وبعدين نلعب بالعربية شوية. استغل النص ساعة على قد ما نقدر. يلا يا ند. يلا يا هوبا. عندي فكره حلوه لوفاء. كل واحد ياخد 5 دقايق يقللها من وقته ويديها لوفاء. ايه رايكم؟ تعالوا نقول للمأمور السجن. تعال يا وفاء. تعال هنقلل من وقتنا 5 دقايق ونديهم لك كل واحد 5 دقايق. تعال. 5 و5 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 5 5. لا لا تعال البسك المايوه طالما عايز تنس. يلا ال 25 دقيقة بيجروا. نط. يلا يا ولد. 2 3. يا يا استنى احط رجلي انا كمان يا اوس. تعالى نبلبطن على الشط. الله جميل. رش عليهم يا اوسه. يلا مش عايزينهم يكسبونا. انت الخسرانين. انت الخسرانين. هيغرقوا لنا هدومنا. اجري يا اوسه. يلا الوقت خلص. كله على السجن تاني. يلا بسرعه ال 25 دي عدوا. مش مشكله كله فضى وفات. لا غيرت. اخر واحد هيرجع هو اخر واحد هيخرج من السجن بكره. اجري بسرعه. بس. اجري يا اوسه. عشان انتوا كده بتتدلعوا. اجري يا اوسه. مش عايزين دلع. انا اخر واحد. انا اول واحد. فين نادى؟ يونس اول واحد. لسه ما جاتش. طيب انا عامل لكم مفاجاه. لقيت كنز كبير في الغابه اللي ورايا. تعالوا بصوا ايه هنا. بس بالراحه ما تعملوا الصوت. بصوا شايفين. الله سلحفه كبيره. سلحفه كبيره. الله. ايه رايكم نعدي نجيبها؟ يا ريت. انا بحبهم قوي. بصوا شايفين سلحفه. الله شايفينها جمده. ايه رايكم عدى اجيبها كبيره؟ ماشي حلو قوي. بصوا بقى انا البس الكوزلوك وعدى اجيبها. ماشي. ايه رايكم؟ بس مسافه كبيره لو طب هاتوا لي الكوزلوك. على فكره هنا في صعوبات كتير. في شوك وفي ممكن يلاقي تعابين. هو المكان خطر. المكان خطر بس انا هعدي بشجاعه وقدام. اداري بس الشوك ده كده بعيد. بص الشوك فظيع. بص الشوك. بص الشوك عامل ازاي. طب انا عندي فكره حلوه ليك. شفت البتاع اللي بنعمل بيه الفاس ده؟ ممكن تعمل كده وانت في مكانك. لا تمشي. انا لازم انزل لها وامسكها. صح. لازم انزل لها وامسكها. استغل فرصه ان هي نايمه. كل ده ندى لسه ما جاتش. كده ندى هتقعد في السجن اخر واحده. اخر. عشان كده هي كسرت القواعد ولا هربت. هي ندى هربت من السجن ولا ايه؟ ندى ابطا من السلحفه اصلا. ابطا من السلحفه صح.
ايوه هو ده. انت اخر واحده هتخرجي من السجن. لقينا السلحفه قبليكي. لقينا سلحفه وانت لسه ما جيتيش. يلا يلا قوي هيجي. بس انا كده بقيت رجلي باينه، ربنا يستر ما يطلعليش حاجه مفترسه. يلا انا عايز تشجيع. حمده يعملها، حمده يعملها. انا عايز حاجه ازق بيها الشوك ده، الشوك ده صعب قوي. ايوه سبعت بس الشوك ده اهو. واحده واحده. اهم شيء ما تزعجهاش، خليها نايم. تتفاجئ تلاقي نفسها بقت من عيلتنا. يا ماما يا ماما. سلام عليكم. انت انا مش هوك قوي. استنى. يا سلحفة بتعد؟ لا شوك شوك. الفوطة اهي بسرعة. الفوطة دي معلش اهي، الفوطة دي امسكها بيه، خد اعتبرها حلة محشي وهاتها. حلة محشي سخنة. بسم الله. تقيلة قوي. بسم الله. صحي صحي صحي، بدأت تطلع. بطيئة بتجري منه، بتهرب منه. لا مش بطيئة، بتعافر معايا والله. يا لهوي. امسكي امسكي عشان اطلع. طلعوني طلع. ايه انت ماسك ايه؟ كبيرة جدا. حلوة قوي. حلوة قوي. بالراحة بالراحة. بالراحة. ايوه. انقذت السلحفة، انقذتها من الهلاك. انت هتتبسطي معانا، هندلعك. هناكلك محشي. في خس؟ عندك خس يا وفاء؟ هشوف لها خضرة. بصوا كبيرة. بتعيش مليون سنة دي؟ والله عمرها طويل، بتعيش كتير. بتكون اكبر من كده بكتير. بس يا يونس. عايز اشوفها حياتي. بتمشي يا يونس الحق. بطيئة بطيئة قوي. بابا هي بتمشي. الأول مرة شفت سحلفة في الحقيقة. لا مش عارف مش شفتها في كده ولا لا. يونس ايه شكلها؟ على فكرة مش بطيئة. لا بطيئة بالنسبة لحياتي التانية. ايه ده جايبة لها بقدونس؟ اصفر عندي. بص بص بص، ما بتحس بخطر او كده بتخاف؟ بس اكيد جعانه. بس ما بتدخلش لجوه، احسن حاجه فيها. مش خايفه؟ جريئه. لا خايفه خايفه. عايزه تمسكها. دي تقيله والله. شيليها. ما شاء الله جميله. الله عسوله قوي، عسوله قوي قوي. الهيونس بيقول لك هات هدال هدال، هتطلع على الارض، هتطلع على الارض. شيلها. ما يقدرش يشيلها، تقيل عليه. خدها يا يونس خد. حلو قوي. بس بس تحس ان هي شايله شنطه على كتفها وماشيه كده. رايحه المدرسه. بس يونس جريء. ازاي انا عشان هتروح عند الشوك؟ يونس فرحان بيها، تعالي تحبس معانا. عايزين نراقب المكان ده لان ممكن اهلها يجوا، فممكن ابوها وامها يجوا ويكون كبار اكتر. يعني المكان ده اكيد فيه سلاحف تانية، ما اكيد ما كانتش لوحدها. اكيد. فنراقب المكان ده بقى في اليومين دول، هنلاقي سلاحف بقى اهلها. ناخد العيلة كلها يجوا يدوروا عليها. احنا هنتاجر في سلاحف يا جماعة. اللي عاوز سلحفة نعمل جفت في القناة، واللي عايز سلحفة نبعتها له في البريد. اداله هدية. يلا دخلوها السجن معانا يلا، عشان احنا عندنا السجن. الوقت اتأخر، عايزين نبدأ في الغداء. يلا. يا أحلى حاجة إن هي تسلينا، تضيعنا وقت الحبس. أيوه. نوعين. تعالى أوس. تخبى. تعالى أجيبها لكم. هنا هي أصلا بتحب تدفس كده. السلحفة طلعت سريعة يا جماعة، والله سريعة قوي. أهو سريعة. بص بتجري بتجري. هي بتبقى بطيئة بمزاجها. بصوا بقى كده الغدا اللي هعمله لكم، تعالى بص. هوبا تبدا في الغدا. عكاوي هوبا. احط لها بس المنكهات كده واسيبها تتسلق اول حاجه. واو. انت اي حاجه بتقول عليها واو، حتى لو مش عارف ايه هي. لا عارف، ده بيعشقها اصلا. سيبها تستوي. حلو بقى. هو احنا لو اتسجلنا يوم كمان ممكن تظبطينا في اكله كمان؟ طبعا. السجن بتاعك حلو. سجني مرفه. يلا يا مسجون على جو. تعالوا بقى نقعد نتفرج على حاجة ولا نلعب على ملاك ليستيو. يلا. مش هوصل لكم نت؟ وصل لكم الواي فاي؟ عايز اتفرج عليهم. ماشي. ما شاء الله وشك منور، بدر قمر يا طنط. لا قول لي، هو بص لسه الحرامي بياكل لنا الغلابة. طب انت لاقي الأكل لسه قدام كتير؟ مستعجلين براحتنا. لسه اللحمة هتستوي، وبعد ما تستوي هقطع بصل، وبعد ما اقطع بصل اخبز عيش، وبعد ما اخبز عيش بقى لسه الفيلم طويل. طب ايه رأيكم في بطيخة جوه؟ أخش أجيبها؟ ماشي.
ايه رايكم؟ ولا اناناس؟ في اناناس وفي بطيخ. انا عن نفسي عايزه بطيخه. بطيخه. وانت بطيخه ولا اناناسه؟ خلاص يبقى بطيخ. الاغلبيه عايزين بطيخ. ايه رايكم بطيخه ساعه و100 100 اهو عشان تبقى تصبيره قبل ما الاكل يتعمل. اكتر لحظه اوسه بيحبها وفتح البطيخ. ايوه عشان يشوفها حمرا ولا قرع. بص يا اوسه لو طلعت حمرا هتاخد نص ساعه اضافيه افراج ماشي، لو طلعت قرع هتقعد لوحدك بكره في السجن بعد ما انا ما تخرج، لان انا هتخرج اخر واحد ماشي. يبقى لو طلعت حمرا ايه يونس هيخرج افراج. لو طلعت قرعه هيموت. بس انا متاكد انها تطلع قرع لان انا ايه ما جبتها ما نقتش. لا عشان مش موسم البطيخ كمان. ايه ده حمرا يا اوسه؟ هتاخد افراج نص ساعة. اوسى الاول عشان اوسى هو اللي ايه بيحب البطيخ. ايوه اكتر واحد بيحب البطيخ. بس ايه رايك؟ يلا كل يلا كل اقطع لك تاني. ثانكيو بيلي ثانكيو. طعمها حلو قوي عشان انا منقيها. شاطر. انت ليك حظ في البطيخ. انت مش كنت لسه بتقولي مش موسم البطيخ؟ انا بقول لك انت ليك حظ في البطيخ. انا ما بعرفش اشتريه، انا ما بعرفش اشتري فاكهه اصلا، عند اللي بيشتري لنا الفاكهه على طول. هبدا انا بقى في تحضيرات الغداء عشان الحق اقدم، لان دول بيجوعوا بسرعه، المجهود واللعب بيخليهم بيجوع. هقشر بقى البصل واللحمه، هنا العكاوي وهنا عجنت. بصوا العيش اهو، بس ده بخميره نفس بتاع الصبح بس زودت عليه خميره عشان يبقى فيه تغيير. والعكاوي بتستوي وهعمل بقى كروت على قد ما اقدر لان الدنيا هتضل. الدنيا بتمطر ومطره، عايزين نلحق نخش الزلزال قبل ما الدنيا تمطر جامد. لموا بقى البطيخ اللي فات ده وتعالوا ودوا للسلحفه هناك. ايه سيبنا السلحفه تلعب هناك لوحدها، ودوا لها كده تاكل بس ما تحطلهاش بالصينيه بتاعتنا. ايوه حط لها في القشره، هي في عملنا لها حله. بما انهم مساجين الاكل النهارده هيبقى بعيش. عندكم اعتراض؟ لا مش من حقكم تعترضوا اصلا، ده لحمه. هو في مساجين بتاكل لحمه؟ حطيت لهم زبده برضو وحط فيها البصل اهو والفلفل. بص بقى حله الضغط ايه، فاضل لها 3 دقايق واللحمه تستوي والعيش بيطلع اهو. بص جامد ازاي. ده بقى بخميره، العيش ده بخميره عشان كده احلى. بص عامل ازاي، حاطه لكم فيه قشطه برضو وزبادي، معلقه زبادي، ده احلى. بس الجو بدا يمطر، الجو بيندع كده وفي مطر بدات تنزل. تعتبر خلصت البصل. بص شوحت البصل اهي بالفلفل اهو. بص انا مجهزه كل حاجه، البصل اتشوح مع الفلفل، مستنيه اللحمه تطلع عشان اشوحهم مع بعض. يعني انت لحمه بصل بس كده؟ يخني اللي هي العكاوي. العكاوي بس بدل الطاجن بقى يخني كده في الطاسه. احنا المفروض بقى ان احنا هنعمل الغدا ده وندخل، مش هنخرج تاني ماشي. هناكل مش هنخرج تاني. المطره بس ما تعملهاش معايا لما اخلص. وادي العيش اخيرا خلصت. بص بص الجو ده سجن تحلفوا بيه في كل حته. بص الريحه ده، حط عليها شطه اندوم كوري عشان كده انا احمر. بس سايبه لك شويه من غير شطه. يونس بيحب الشوربه. لا وهتحب العيش ده اكتر يا اوس. يلا غرفنا يلا عشان اقعد. اكتر واحد بيشجعني. شايفين البصل دايب ازاي؟ لا بس العيش ده احلى من بتاع الصبح بكتير عشان انت بتحب ابو خميره. يلا يا ولاد سموا الله. الدنيا ضلمه خالص ازاي وضلمت؟ خلاص كده مش هنخرج تاني. سمعني؟ مش هنخرج غير الصبح. ماشي. ما انت هتاكل الاكله دي وتنام من كتر البصل اصلا. الاكله البصل فعلا دي احسن حاجه هتساعدنا في ان احنا ننام هنا فعلا. دوينا بقى كده ونقول راينا. هنقول راينا بصراحه ماشي؟ طبعا. احنا في سجن بس احنا من حقنا نعترض. طب بذمتك قول رايك على العيش كده؟ لا العيش 100 100 باين مش محتاج. ريحته تحفه. بسم الله. الله الله. لا حلو بس حراقه. يونس هينفع ياكلها؟ انا حاطه له من غير صوص. يعني ده من غير شطه؟ طيب. حاطه له من غير شطه. العكاوي انت عارفين هنا اسمها ايه بالتركي؟ انا عارفه. عصعيس. عصعيس. عصعوسه. بيسموها عصعيس. بس صح اسم صح؟ عصعوس. ممكن نقول لك كلمه مصري. سواء احنا قاعدين زهقانين ومش لاقيين حاجه نعملها، فانا ابتكرت كده في دماغي تحدي وهنستخدم السلحفه الجميله اللي ايه؟ بقت ضيفه عندنا دي. بص هو قاعده هاديه خالص. انت خايف منها؟ انت بتحبها. احنا حميناها وزبطناها بقت نضيفه و100 100. انتوا عارفين التحدي اللي هو بتاع تيك توك اللي هو بيدلقوا على ميه على الراس الواحد، اللي انا هطلب منكم اسم دوله واللي ما يقولش كانوا بيدلقوا عليه ميه. احنا بقى اللي ما يقولش اسم الدوله هحطها على راسه. ماشي. اختار مين اخترنا دوله واحده. اسم دوله بحرف الكاف. اسم دوله بحرف الكاف قولي بسرعه. كوالالمبور. كوالالمبور. اسم دولة بحرف العين. مش عارف سهقوني. مش فاكرة حاجة. المشكلة ان هي بتوتر فبتخلي الواحد ينسى. اسم دولة بحرف العين.
العين السخنة. عين السخنة برضو. العين السخنة قول بسرعة اسم دولة بحرف العين. عمان. عمان. عمان صح. عاد يا وفاء عاد. صعبة قوي دي اللي بتخوف بتنسي. ماشي اسم دولة بحرف الميم. محمد. قول محمد. قول محمد. ها اسم ده بحرف الميم. انت اللي عليك الدور. اسم دولة حرف الالف. الف ايه اسم دولة حرف الالف. قولي اسم دولة بحرف الالف. اسم دولة بحرف الالف بسرعة. يلا يونس اللي عليه الدور. يونس اللي عليه الدور. اسم دولة بحرف التاء. اسم دولة بحرف التاء. تونس. تونس. تركيا. انت بقى دورك. اسم دولة بحرف الغين. غين. اصعب اصعب حرف. مفيش دولة بحرف الغين. غانا. غانا. بس خلاص انا اقول الغانا دي مش على الخريطه اصلا. عارفه غانا. محمد اللي عليه الدور. اسم دوله بحرف السين. ها سهله جدا. اسم دوله بحرف السين. المسلمين. المسلمين بيعملوا فيها ايه؟ ها اسم دوله السعوديه. انتوا تعرفوا ان السلحفة دي لو اتقلبت على ظهرها مستحيل تقلب نفسها؟ اه انا عارف. بصوا يعني لو اتقلبت كده مستحيل تتقلب. معقول؟ والله لازم حد يقلبها او حد من اصحابها يعني. يعني شفت فيديو قبل كده سلحفة كانت مقلوبة والسلاحف اتلموا وقلبوها. طب والله حلو. اه والله سبحان الله. قولوا لنا بقى ايه السلحفة دي بتاكل ايه؟ لان اللي انا اعرفه ان هي بتاكل خس. اه هي بتاكل خس فعلا. ولا بتاكل اي خضار؟ هنبحث. ايه رايحة عند وفاء. رايحة عند وفاء. اعترف اعتراف يا وفاء. قول اعتراف حاجة عملتها من ورانا. مفيش اي حاجه مخبيها؟ لا. طب يا جماعه دلوقتي احنا نصور تيك توك انا وفاء عشان تشوفوا قد ايه احنا بنعاني عشان نصور التيك توك. ماشي؟ فهنشوف لايف دلوقتي معاكم ازاي بنصور فيديو للتيك توك. يلا اعمل نفسك. اعمل نفسك ميت كده. اه سهل لو دورك سهل. اعمل نفسي ميت. اعمل نفسك ميت بس. اه يلا. يلا تيجا. يلا صوت واطي اصلا. انا فعلتها بقى. يلا. لا مش هموت تاني. هي موتة واحدة. هي موتة واحدة. وريني. لا مش هعيد تاني. وربنا العين تاني مش حلو. طب نقصاني. انا لا هعيده كله بس من تاني مرة هجيب. يلا بدوني حلو صح. عرفتوا بقى بنعاني قد ايه؟ نايم. 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 انت دورك سهل. اه انت اسهل وانت نايم. تعالى على رجلي كده عشان تبين. يلا.
بجيب السوق. روحوا بقى شوفوا التيك توك اللي احنا عملناه دوت على التيك توك، صفحتنا هتلاقوها في الديسكريبشن تحت، واحنا بنعرف نعمل تيك توك ولا لا. يلا ننام بقى احسن. انا ايه بدا النوم يكبس عليا شويه، لمتهم دول خلوني عايز انام مع البصل. افرشوا لنا بقى الفرشه كده وظبطوا لنا النومه. يلا ظبطوا لنا النومه عشان اطفي النور، لان صوت الصراصير بره عمال يزيد وشكل كده ايه. انا لازم اطفي النور لان الناموس هيتلم علينا لو سبت النور قاعد كده كتير. يلا كله ينام مكانه عشان اطفي. يلا اعد لغايه 3 واطفي النور. يونس مش عايز مشاكل زي كل مره، انت كل مره بتعمل لنا مشاكل. يلا تصبح على خير. 1 2 صوت الكاميرا. بصوا يونس مش راضي ينام. نام يا يونس. الدنيا ضلمه خالص. صوت الصراصير صرصور الليل. يلا انا هطفي الكاميرا بقى ويلا ايه نقضيها نوم لغايه الصبح. يلا تصبح على خير. الصبح الخير. كالعادة يونس هو اللي صحاني وانا هصحي البيان. طبعا نمنا طول الليل والناموس عمال يقرص فينا، بس احنا بقى كملنا التحدي بقى علشان خاطر ايه ما تزعلوش مننا ان احنا اتاخرنا، واوعدكم ان دي هتكون اخر مره مش هنتاخر تاني. يلا يونس صحي الباقي. صحي كله يلا. ايوه صحي. ايوه اصحوا يلا كله صحي. صحي النهار طلع جميل ازاي؟ طلع الفل.